فخور أصلاً أن تم اختياري أيضاً مع زميلتي نورا الوطنية. التدريبات الأخيرة هذه التدريبات الأخيرة طبعاً بتكون جزء من هذه التدريبات على في البداية راح يكون السلام عليكم محمد المنى ونورا مطروح. أول سيدي عربي أدت حسبت اللي هي مجهود إضافي لإبراز مهارات. I think it takes passion, it takes ambition, it has a very strong determined mind and ambition because other Arab countries and women in this region to pursue that as a career. خلينا نقول التحديات اللي أنت تعيشها كل ما تعدي مرحلة من المقابلات. Hi, good morning, Angel from Gulf News. تركيز منصب على التدريب ومثل ما يقول كل شيء في وقته حلو فبإذن الله التدريب. لكن الإنجاز اللي وصلت له يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد الفضاء والمهندس سالم المري نائب المدير العام. زيارات نسويها طبعا الزياره تكون في مركز جونسون بالاضافه الى بعض اختيارك كرائد فضاء في دوله الامارات العربيه المتحده. تدريبات او الاختبارات النهائيه عليها هزاع راح ينهيها هالاسبوع ان شاء الله هي التدريب. شيباني لكن يخص ب محمد ونورا يعني التواصل مع من خلال تواصلكم جميع المنظمات الدوليه في قطاع الفضاء. تعريبا محمد ونورا بعد خلال شهرين من تعليم اللغه الروسيه في مركز محمد بن راشد للفضاء يمشي بطريقه جدا. طبعا شكرا للاستضافه، مشاعر الفخر لا توصف صراحه. لحظه الاختيار كانت ممزوجه بين فخر ومسؤوليه، فخر اني انا ضمن الدفعه الثانيه لرواد الفضاء الاماراتيين، المسؤوليه هي تمثيل الدوله في هذا القطاع، تمثيل دوله الامارات العربيه المتحده في هذا القطاع، قطاع الفضاء قطاع عالمي وحيوي. طبعا التدريبات بتكون حاليا تدريبات اساسيه في مركز محمد بن راشد للفضاء، تجهيزا للتدريبات اللي ان شاء الله بنقوم فيها في مركز جونسون للتدريب في التابع لوكاله ناسا. اهم التدريبات اللي بنقوم فيها هناك بتكون تدريبات مثلا السير خارج المركبه او خارج الانترناشونال سبيس ستيشن اللي هو يسمونه السبيس ووك، تدريبات على برمجيات ومعدات المستخدمه في محطه الفضاء الدوليه، هناك دورات اصلا او تدريب على الطائره او فلاينج تريننج، كثير من التدريبات ان شاء الله بنسويها بنقوم فيها في وكاله الفضاء ناسا في مركز تدريب جونسون. مركز محمد بن راشد للفضاء حاليا يعني الستاندرد تريننج او التدريب الاساسي يعني يتاكدون ان احنا اخذنا التدريب الاساسي في مركز محمد بن راشد قبل الانتقال للتدريب في وكاله ناسا في مركز تدريب جونسون. شكرا حضرين. شعوري مثل شعور اي شخص كان يحلم حلم ووصل لنهايته، أشعر بالسعادة والفخر كوني راح أمثل دولة الإمارات في قطاع الفضاء، أشعر أيضا بحجم هالمسؤولية لأني راح أكون أمثل الدولة في قطاع حيوي مثل قطاع الفضاء. أنا وزميلي محمد حاليا قاعدين نخضع لتدريبات مبدئية في مركز محمد بن راشد للفضاء، من ضمنها تعلم اللغة الروسية، تدريبات على الغوص على السباحة، وإن شاء الله بنبدأ تدريبات على الطيران. مرحلة تدريبات السكوبا دايفينج طبعا بعد مثل بالإضافة للتدريبات تركيزنا على تعلم الحوار باللغة الروسية is also there at the time.